مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة منتصف هذا الأسبوع وأيضا أخرى دافئة في نهاية هذا الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض أيام الأسبوع ونبدأ من يوم الأحد، حيث يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي الواضح، وبالتالي تكون الأجواء مشمسة في معظم أجزاء المملكة، لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا، والعظمى في المناطق الشمالية 21 والصغرى 12، المرتفعات الوسطى 17-11، المرتفعات الجنوبية 15-10، الأغوار والبحر الميت 30-20، والعقبة 30-19. أجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل في الأغوار والبحر الميت والعقبة أيضا، لكن المناطق الجنوبية الشرقية 22-10، والبادية الشرقية 24-9 درجات مئوية. يوم الاثنين ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، ارتفاع آخر، تصبح الأجواء مشمسة دافئة لطيفة. أيضا الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصغرى 17، في عمان والمنطقة الوسطى 23-15، وفي المنطقة الجنوبية 20-12، وفي الأغوار والبحر الميت 33-22 درجة مئوية، وفي العقبة 33-21 درجة. يعني الأجواء معتدلة في النهار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ولطيفة أثناء الليل. أما البادية الجنوبية الشرقية 20-13، والبادية الشرقية 27-14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر إضافي على درجات الحرارة، أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة مشمسة، يتخللها ظهور بعض السحب خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة. الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30 والصغرى 14، عمان والمنطقة الوسطى 25-14، المرتفعات الجنوبية 22-10، والأغوار والبحر الميت 35-20، وخليج العقبة 35-20. أجواء تقريبا دافئة إلى حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، حارة معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة بالليل. البادية الجنوبية الشرقية 27-14، والبادية الشرقية 31-18 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء معتدلة إلى لطيفة، وأيضا تبقى دافئة في النهار، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات بقليل، حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. المنطقة الشمالية العظمى 24 والصغرى 12، المنطقة الوسطى 20-10، والمرتفعات الجنوبية 18-6، الأغوار 34-19 درجة مئوية، وخليج العقبة 34-18، والبادية الجنوبية الشرقية 25-10، والبادية الشرقية 30-10 درجات مئوية. الخميس انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون تقريبا حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل، درجة إلى درجتين، لكن الأجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا. المرتفعات الشمالية 22-11، والمرتفعات الوسطى 17-11،
المرتفعات الجنوبية 15-8، الأغوار 30-20، وخليج العقبة 30-20. الأجواء في الأغوار والعقبة معتدلة نهارا لطيفة ليلا، بينما في البادية الجنوبية الشرقية لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 22-9، والمنطقة الشرقية أيضا لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 24-12. أما يوم الجمعة يطرأ أو تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مرة أخرى، بحيث تكون حول معدلاتها أو أعلى من المعدل بقليل. أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. المنطقة الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، عمان والمرتفعات الوسطى 19-12، والمرتفعات الجنوبية 18-10، والأغوار 34، الأغوار والبحر الميت العظمى المتوقع 34 والصغرى 22، وخليج العقبة 33-22 درجة مئوية. أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا أثناء النهار في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، لكنها لطيفة أثناء الليل. البادية الجنوبية الشرقية 23-13، والبادية الشرقية 26-16 درجة مئوية. مشاهدينا، نرجو الجميع أن يستمتعوا بأجواء دافئة خاصة أثناء النهار وتميل للبرود قليلا أثناء الليل خلال أيام هذا الأسبوع بإذن الله. مشاهدينا، نترككم في رعاية الله وأمنه. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.